استاذ اسماعيل، برحب بيك معايا فونتك وبقول لك الف مبروك على كارت شحن. كلمني كده، اول لما اتعرض عليك الدور وافقت عشان بيومي ثروت ولا عشان خاطر الدور؟ لا، هو عشان طبعا بيومي ثروت دي حاجه، وبعدين انا ضيف شرف، ما انا جاي بس عشان خاطر يعني دول اصدقائي، فيعني مش محتاج ان انا اعمل اللقاء ده مشهد بس عشان خاطركم. يعني ازاي يعني انت موجود في اي اسم اسماعيل فرغلي في اي عمل ليه قيمه؟ انا عارفه ان انت اكيد في دراما 2024، ممكن تحضر لايه او داخل حاجه جديده؟ لا، انا حاليا بنعمل فيلم بتاع علي ربيع، بس رمضان لا لسه ما مريحين السنه دي شويه. انت جبت سيره فيلمك مع علي ربيع، عايز اعرف اكتر تفاصيل عنه ودورك فيه. مفيش، انا طالع حماه بس مش هقدر اقول اكتر من كده يعني، وكاركتر يعني صورت يوم لسه ما اعرفش حتى الباقي كمان والله العظيم بالامانه. يعني ايه الافلام اللي انت متحمس ان انت تشوفها في يعني في موسم كبير جدا احنا داخلين عليه مليان بالافلام، ايه الفيلم اللي انت متحمس تشوفه غير كارت شح؟ لا، انا ما اعرفش الافلام اللي نازله، يعني مش متابع قوي. مش متابع، بس يعني اما لو لقيت فيلم يعني حلو بخش اتفرج عليه طبعا، او بيسمع ان هو كويس بخش اتفرج عليه. ايه امنيتك ل 2024 ورسالتك ل 2023؟ امنيتي في 24 ربنا يكرمنا جميعا وفلسطين تتحرر ان شاء الله باذن الله. تقول ايه ل 2023؟ يلا خدت شر وراحت. ميرسي ليك يا استاذ. شكرا جزيلا، شكرا.